طيب حابب تتكلم عن نقاط قوه ولا نقاط ضعف؟ نقاط ضعف. ضعف نتكلم نقطه واحده ولا نقاط؟ لا كذا واحده يعني كذا انا تضغطي نقطه فخدتني. لا 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 كذا واحده في كذا واحده. شوف لي كم نقطه. خلينا نبدا كده نتكلم عن منتخب كوتيفور عموما زي ما بدا اسلام كلامه. اسلام زي ما بدا كلامه منتخب كوتيفور لما نبدا نعرض الصور هم دايما بيضغطوا بعدد كبير قوي كده يعني بيضغط على الاقل يعني في الحاله بتوصل ان انت تلعب 4-1 4-1 طب تعالى كمل 4-1 4-1 زي ما كنا بنتكلم او 4-3-3 بيضغط بعدد كبير من اللعيبه يمكن 5 أو 6 لعيبه دايما مشكله 4-1 4-1 لما بتبدا تضغط من قدام هو ان لعيب نص الملعب دايما اللي بيلعب اللي هو جيم ميتشل سيري بتاع فولهام دايما في مساحه حواليه يمين وشمال المساحه دي كانت متوفره وانت بتتكلم عن منتخب اقل منهم اللي هو غينيا الاستوائيه بص دي حاله طبيعيه بتاعتهم هم بيضغطوا هنا ادي 4 لعيبه وقدامهم الراجل سباستيان هالر يضغط بالشكل ده وان ده الكره لسه بعيده هو لسه ما بداش يقرب تاني لو رحنا للصوره اللي بعدها هتلاقي ان هم لما بداوا يضغطوا قرب اكتر بص جيمس سيري ده الوحيد اللي موجود بص المساحه اللي حواليه عامله ازاي ده لقطه المشكله كمان نكمل بعد كده الصوره اللي بعدها لقطه لما بيخرج اصلا ميتشل سيري من مكانه عشان يزود ضغط اكتر قدام بتبان مساحه كبيره جدا في الحته دي الكادر اللي احنا فيه ده ادي فيه 7 لعيبه بس موجود من كوتيفوار فاضل 3 لعيبه في الخط الخلفي 2 قلبين الدفاع والباك من الباكين اللي واقف ورا الكره الطويله اللي اتكلم عنها اسلام اللعب في ظهر خط الدفاع المتقدم ده هيديك مساحه اللاعب المهم ان هو يكون موجود عشان ينزل يستلم بين الخطوط يديك خطوره عليهم في مساحات كتير جدا وهيبان ده اكتر كمان في الحالات اللي جايه هنا كره عاديه ميتشل سيري اهو اللي هو قدام الحكم القصير ده ساب مكانه او يعني ضغط اكبر عشان يخرج في مساحه المساحه دي كلها فاضيه الراجل ده واقف اهو لوحده ومحدش بيقرب له هتلعب الكره هنا تتلعب نكمل الصوره اللي بعدها دي في ماتش مثلا غينيا الاستوائي اول ماتش في البطوله يا سلام دي في الدقيقه تقريبا حاجه و30 40 تقريبا يا سلام يا سلام الشوط الاولاني يا سلام لو اشتغلنا صح اللي عليه دي اللي عليه ده هو الارتكاز الوحيد في الفرقه ميتشل سيري ودي كلها مساحه فاضيه فهجمه عاديه كانت راجعه من ركنيه واستلموا الكره ولعبوا دي لقطه ثانيه الراجل بص واقف في مساحه حوالي قد ايه للاسف للاسف وحده. للاسف تماما يعني للاسف هو مش هيلعب بكره مش بقول للاسف انه مش هيلعب بكره عشان الباقيين وحشين بس يعني هو افضل من يملا هذه المساحات بشكل رائع جدا هو عبد الله السعيد بغض النظر اذا كان بقى جاهز ولا لا فهنا بتتكلم في مساحه بص عامله ازاي تقدر تستغلها بص هنا المساحه عامله زي الشكل مرعب يعني في مساحه كبيره بشكل زياده عن الطبيعي ومش بس انت هنا وانت بتلعب غينيا الاستوائيه وسيراليون لما نكمل الحالات اللي بعد كده هنا بتلعب الجزائر دي في الدقيقه وانت بتلعب منتخب الجزائر راجل ميتشل سيري واقف اهو يمين وشماله فاضي هنا ياسين ابراهيمي اعتقد والناحيه الثانيه والبلايلي الاثنين عندهم مساحه كبيره قوي يتحركوا فيها لا انت استنى بس انت ورا الاثنين ارجع باك معلش ورا الاثنين بتوع كوت ديفوار اللي واقفين في نص الملعب وراهم في 5 جزائريين و4 كوت ديفوار بالظبط يعني لو الاثنين دول اتضربوا خلاص انت في هجمه قويه جدا وحاجه يعني. وحاجه كمان الراجل اللي واقف هناك خالص ده هتيجي ليه حاله لوحده بس الراجل اللي واقف هناك خالص لوحده ده دايما دي مشكله موجوده انت بتتكلم هنا ان احنا محمد صلاح هنا فمحمد صلاح ده لما يتلعب بالكره في ظهر الراجل كونان ده اللي هو مرعب مرعب هجوميا ولازم نحاول نوقفه لكن هو دفاعيا عنده مشكله كبيره جدا طبعا. المساحه دايما فاضيه بشكل مهين بنتكلم ان شاء الله صلاح ما يخلوش يتحرك بص كده احنا بنتكلم فين معلش نرجع الصوره اللي فاتت بص لما نتكلم المساحه دي بص فوق اللي احنا في قد ايه بعد 13 ثانيه من بدايه الماتش هنتكلم هنا في اول لسه الماتش بيبدا فده طريقه اللعب العاديه وفي حاجه في كمان نيجي قدام في كره في الثانيه 25 تقريبا لو لاعب منتخب الجزائر اتحرك صح كان ممكن يحط جول بنفس المساحه دي نروح للحاله اللي بعدها نبدا نجري الصور جاي. هم عندهم مساحات كبيره جدا في نص الملعب فعلا هنا الراجل ده بيتحرك لوحده خالص بليلي بينزل ياخد مساحه في الفاضي ده الراجل الباك عطله واتحرك من ورا هيروح ياخد